السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، في فيديو جديد. هنحاول نتكلم بسرعة ما نطولش عليكم هذا الفيديو. بالنسبة لجمال حركات ومروان فخر، كان الرد ديالهم هو تكذيب الرئيس على الخرجة الإعلامية ديالو البارح مع موقع الأنصار دي دي إر. حركات حاليا راه تنشر بواحد شكل سريع واحد ورقة طبية على أنه فعلا مصاب. واخ حنا لنفرض أن هاد الورقة صحيحة، انت كيفاش كتمشي عند طبيب من غير طبيب ديال الراجل؟ هادي أولا. تاني حاجة، دوك الفحوصات اللي درتي في السعودية وأكدت بأنه ما عندكش إصابة، حتى هما دوك الناس كذبوا. تالت حاجة، يعني شحال من ماتش مبغيتيش تلعب؟ هاد الأمور كاملة غادي نكذبو فيها الرئيس وغنتيقو بيك انت. واخا نخليو شكون اللي تيكذب وشكون اللي كيهضر بصح، ونمشيو لواحد النقطة أخرى. خرج أخويا انت في الانستغرام ولا فيسبوك ولا دير شي جواب ولا شي اذاعه طلعت تهضر معاها، شغلك هذاك، وشرح لينا شنو واقع وعلاش ما كنتيش تبغي تلعب، وقول هذاك الشيء اللي قال الرئيس راه كذوب، وانا ما لاصقش على فلوسي، وانا ما درتش على السفر الرويضه، وحتى الطلب ديال الرئيس اللي كان طلب منك تاخذ جزء من المستحقات ديالك والشيء الاخر تقسمه على جوج، ولا تقسمه غير تاخد واحد الجزء دابا ومن بعد تاخد داك الشيء اللي بقى. خرج اهضر ووضح لينا. اذا دوك التصاور تبقاو هادي الفيسبوك الاخوان، ما تحاولوش تعاطفوا مع شي حد. الراجل الاخوان ديما كندويو، عفوا سمحوا لي الاخوان، كما قلت لكم ما تحاولوش تعاطفوا مع شي لاعب كنعرفو حنا غير الراجا، راه يمشي لعاب يجي ألف لعاب، وكين تتبقى الشخصية ديال الفرقة تا واحد ما يحاول يقلل منها. هاد الشي اللي دارو هاد الناس راه حاولوا يضروا الراجا بجميع الطرق. كنا تنقولو قبل ما يكون بودريقة رئيس ديال الفريق، وبزاف الصفحات كانوا تيتكلموا على ان الاخبار اللي كانت تخرج ديال الراجا هو اللي كان تيخرجها، الان ها هو رئيس ومازال كتخرج هذيك. يعني راه كما قلت لكم، راه كاين واحد الناس راه الله يسمح لهم وصافي على هادشي اللي تيديروا في الراجا. نمشيو لمروان فخر اللي مشى له داك ستاتي وديك الايه القرانيه. خويا انت برك معاك المكتب ماشي مره ماشي جوج، وحاولوا انهم يلقاو معاك صيغه باش تاخذ المستحقات ديالك. بركو معاك، بركو معاك ماشي مره ماشي مجوج، وحاولوا وانت ما بغيتيش تدير العصا في الرويضه، وكنتي غادي تكون انت الحارس الثاني من ورا الزنيتي. تعاقد مع بعيو كما كنعرفوا الاخوان، رجا رد من الرئيس على هذا الشيء اللي دار مروان فخر. اذا فقط هذا الفيديو درتو على هاد الناس، حيت دخلت دابا الفيسبوك اللي بزاف تي بارطاجيو في هذا الشيء. حنا ما نتعاطفو مع حتى شي واحد، وما غادي نعقلوا على حتى شي واحد، وكنعرفوا غير الراجا فقط. اذا حنا غادي نبقاو مورا الفرقه ديالنا، وغادي نشجعوها ونتيقوا في الخرجه الاعلاميه ديال رئيس الاخوان اللي تكلم فيها على هذا الشيء. زائد بعد علامه استفهام، ان شاء الله مازال نحاول ندير لايف في الليل ونتكلم على الموضوع ديال هاد المشاكل اللي كثرات، والناس اللي مازال كدير العصا في الرويضه كما تنقولوا، ولا شفتوا الموضوع ديال العالمي شنو وقع فيه قبل منه الغرفلي، وبالخصوص العالمي. وغادي نقول لكم واحد السؤال وغادي ننهي الفيديو. واش هادشي كيبان لكم طبيعي يا الاخوان،
وشكون هاد الناس اللي كيحاولوا الرجاء ما يترفعش عليها المنع وتبقى غارقه في هاد الشيء؟ او بصيغه اخرى، الناس واصلين في البلاد كيحاولوا انهم يبقاو دايرين عصر في الرويضه للرجاء باي طريقه، الرجاء تبقى باركه ما توقفش. نتمنى الاخوان في الكومنتير تجاوبوني. نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي او اللايف. الله يعاونكم الاخوان وشكرا.